أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب آخر من أبواب أصول الكافي، عنوانه باب الأمور التي توجب حجة الإمام. الله سبحانه وتعالى حينما عين حججا له حبى هؤلاء الحجج بعلائم يعرفون به. مثلا الأنبياء، كيف نميزهم عن منتحلي النبوة؟ هناك في طول التاريخ أناس ادعوا ويدعون النبوة كذبا وزورا، وهناك أنبياء حقيقة بعثهم الله سبحانه وتعالى، فكيف نميز بين هؤلاء؟ لابد أن يكون التمييز بعلامة ظاهرة لتتم الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يحتج عليه أحد بعد إرساله الرسل، الحجة تتم عليه. جعل للأنبياء علامة ظاهرة هي معاجزهم، ومعاجز غالب الأنبياء كانت وقتية، يعني يشعر بها ويحس بها الذين عاصروهم. مثلا معاجز عيسى عليه السلام، كان يحيي الميت والذين عاصروه شاهدوا هذه المعجزة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كانوا يشاهدون هذا. وكذلك إبرائه للأكمة والأبرص، وكذلك إخباره عن بعض المغيبات، كانوا يستمعون إليها. وكذلك بالنسبة إلى نبي الله موسى عليه السلام، العصا واليد البيضاء وغيرهما من المعاجز. هذه أمور واضحة لدى الجميع، فالحجة تمت على الجميع، وهكذا في سائر الأنبياء. بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، لأن الإسلام خالد وهذه الشريعة لا تنسخ، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل أهم معاجز الرسول صلى الله عليه وآله معجزة خالدة، وهي القرآن الكريم. الذين عاصروا الرسول كانوا يستمعون إلى القرآن، والذين من بعده إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة القرآن موجود بين أيديهم. طبعا هناك معاجز أخرى كانت للرسول، هذه المعاجز خاصة في أوقاتها، حتى أنه جمعت معاجز الرسول صلى الله عليه وآله المروية فبلغت 4000 معجزة، لكن تلك المعاجز في وقتها كانت. الآن نحن نعلم ببعضها عبر الروايات. هسه يمكن واحد يجي ينكر، يقول هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية لم تثبت مثلا، لكن القرآن موجود. هذا القرآن بين الدفتين، انظر إليه، إذا تعرف اللغة العربية ستشعر بإعجازه. على كل حال، هذا بالنسبة إلى الأنبياء. بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام، ما كان من الصالح أن تكون لهم معاجز ظاهرة للجميع، لعلة سنذكرها لاحقا. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهم علائم. هذه العلائم على 3 أصناف. الصنف الأول علائم يعرفها عامة الناس، منها أن يكون أكبر ولد أبيه الأحياء من غير عاهة، باستثناء واحد هو الإمام الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، كما سيأتي في الباب اللاحق. الحسين عليه الصلاة والسلام كان شقيقا للإمام الحسن وليس ابنا له. أما بالنسبة إلى سائر الأئمة، الإمام هو الابن الأكبر من غير عاهة للإمام السابق، الابن الأكبر الحي. يعني حينما يستشهد الإمام السابق أكبر أبنائه الأحياء هو الإمام، وليس أكبر أبنائه على الإطلاق حتى الأموات. وإلا علي الأكبر عليه الصلاة والسلام كان الابن الأكبر للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن الإمام، لأن هذه العلامة ما موجودة فيه، لأنه قتل شهيدا في حياة أبيه. فأكبر الأحياء من كان؟ الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحسن العسكري والسيد محمد سبع الدجيل. السيد محمد المدفون في بلد هذا أكبر أبناء الإمام الهادي، لكنه توفي في حياة الإمام الهادي، والإمام الهادي استشهد وأكبر أبنائه الأحياء الإمام الحسن العسكري. وهكذا بالنسبة إلى الإمام الكاظم، إسماعيل رضوان الله تعالى عليه هو أكبر أبناء الإمام الصادق، لكنه توفي في حياة الإمام الصادق. وعبد الله الأفطح هو الابن الثاني، لكن كانت فيه عاهة. العاهة شنو هي؟ كان فيه فطح في رجله أو في رأسه. فالابن الأكبر الذي ليس فيه عاهة. بعد عبد الله الأفطح الذي كانت فيه عاهة، الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هو أكبر الأبناء الأحياء من غير عاهة. هذه علامة يعرفها الجميع. العلامة الأخرى حسن تربيته وإعراضه عن اللهو واللعب، هذه أيضا علامة يعرفها عامة الناس. العلامة الأخرى الوصية الظاهرة، يعني عادة الإنسان يجعل له وصيا. من هو وصي الإمام الحسين مثلا؟ حينما تسأل الناس يقال لك الإمام زين العابدين. من وصي الإمام الرضا؟ يقال لك الإمام الجواد. الوصية الظاهرة، هذه علائم يعني الله جعلها حتى المؤمنون يعرفون الإمام. مرة واحد لا يعتقد بالإمامة، هذه العلائم لا تنفعه، وإنما يناقش معه بأحاديث الرسول والآيات القرآنية. نقول أن الله سبحانه وتعالى في القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وآله في الأدلة المتواترة الصحيحة بيّن إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأن الأئمة 12 كلهم من قريش من بني هاشم، وهكذا تساق لهم الأدلة. زين، هذا آمن بأن الأئمة الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي، لكن من هو الإمام؟ هذه العلائم الظاهرة. لأن هناك كلما كان يستشهد إمام كانت تظهر فرق انحرافية عادة، وهذه الفرق كانت تستدل بأدلة وهي ضعيفة. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا هذه العلائم حتى الحجة تتم الحجة على المؤمنين الذين في الأقاصي في الأماكن البعيدة لا يعرفون يأتون ويسألون. من العلائم الظاهرة أنه أفضل ولد أبيه علما وورعا وأخلاقا، بحيث لا يتمكن أحد من الطعن فيه في أي شيء، وخاصة المنتحلون يبتلون بأي شيء، بالجهل، بأكل المال بالباطل، بالكذب، يفتضحون بذلك. لكن الإمام منزه عن ذلك كله، والناس حينما يرونه، يرون عمله، يرون أخلاقه، يرون أسلوبه، يرون علمه، يعلمون أن هذا يختلف عن المنتحلين. من العلائم الظاهرة أيضا أن لا يعجز عن جواب أي شيء، أي شيء تسأله، سواء من الفقه أو من التفسير أو من الحديث أو من علوم السماء أو الأرض أو أي شيء تسأله، لا يعجز عن الجواب الصحيح. هسه يمكن فد واحد منتحل يسأل عن شيء وهكذا يجيب، لكن يفتضح حينما يجيب الأجوبة في مسائل يتبين بطلان كلامه. لكن الإمام ليس كذلك. وأيضا صدور المعاجز منه، كإخباره بالمغيبات التي تدل على إمامته وغير ذلك من المعاجز. طبعا هذه حالة ليست عامة للجميع، وإنما هي للخواص غالبا، يعني غالب معاجز الأئمة كانت خاصة. نعم بعض المعاجز للأئمة كبعض معاجز أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كانت عامة، مثلا كرد الشمس وما إلى ذلك، لكن غالب المعاجز كانت خاصة للبعض. هذه علائم يعرفها عامة الناس، يعني معرفة هذه الأمور لا يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى مرتبة عالية من الوعي والفهم، لا، كمعاجز الأنبياء، إحياء الموتى أي واحد يلتفت إليه، هذا ميت، عيسى أحيا عليه السلام، العصا واليد البيضاء أي واحد يلتفت إليه، لا يحتاج إلى أن يكون عالما، حتى الأمي يلتفت إلى أن عصا موسى تحولت إلى حية فالتقفت السحر الذي عمله السحرة، يعرف أن هذه معجزة. هذا الصنف الأول من العلائم، علائم ظاهرة يعرفها كل أحد، حتى المخدرات في الحجال، حتى الناس الأميين. الصنف الثاني علائم يعرفها الخواص، وذلك بسؤاله عن غوامض المسائل مع مطابقة أجوبته مع أجوبة آبائه المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يعني أصحاب الأئمة كانوا فقهاء، يعني كان فيهم فقهاء علماء يعرفون غوامض المسائل، وكانوا قد سألوا عن الأئمة السابقين. هسه الآن إجا ما يدري أنه من هو الإمام، يجي هذا الذي يدعي الإمامة يسأله، إن عرف الجواب وكان جوابه متطابقا مع جواب آبائه، هذا يتبين أنه الإمام. لكن إذا لم يعرف الجواب، كان جاهلا، أو جوابه لا يتطابق مع أجوبة آبائه، فهذا علامة على أنه منتحل. هذه أيضا من العلائم، وهو الصنف الثاني. الصنف الثالث من العلائم، هذه علائم لا يعرفها أحد، لا من العوام ولا من الخواص، ولكن في بيانها حكمة، وهو أن يكون عنده مواريث الأنبياء والسلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذه العلامة لا تعرفها لا العامة ولا الخاصة، ولكن كيف جعلت علامة؟ الجواب، لأن الذي ينتحل يذهب إليه ويسأل ما هو علامة سلاح رسول الله، ما هي أوصافه، لا يعرف أو ينكر ذلك. لكن الأئمة مبينين أنه الإمام هو الذي ورث سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا الذي يدعي الإمامة شنو هي الأوصاف إذا عنده؟ هنا يتحير، لا يتمكن من الجواب فيفتضح أمره. فهذه علامة من هذه الجهة. زين، أحاديث هذا الباب، باب الأمور التي توجب حجة الإمام. الراوي وهو ابن أبي ناصر البزنطي من ثقات أصحاب الإمام الرضا، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإمام بما يعرف الذي بعده؟ كيف نعرف الإمام الذي يليه؟ فقال: للإمام علامات. طبعا أحاديث هذه الباب كثيرة، وكل حديث تم بيان جانب من هذه العلائم. لعله رعاية للسائل كانت الأجوبة بما تفيد هذا السائل. نحن ما ذكرناه جمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب، فلذا الإمام في هذا الحديث أجاب بثلاث علائم، في أحاديث أخرى أجاب بعلائم أخرى أكثر أو أقل، في بعض الأحاديث ذكر علامة واحدة حسب حال السامع أو لأي جهة أخرى. قلت لأبي الحسن الرضا: إذا مات الإمام بما يعرف الذي بعده؟ فقال: للإمام علامات، منها أن يكون أكبر ولد أبيه. هذه العلامة الأولى. طبعا أكبر ولد أبيه الأحياء. وفي الحديث السادس من أحاديث هذا الباب تم بيان أنه بشرط أن لا يكون فيه عاهة. طبعا الذي كان فيه عاهة وهو أكبر فقط واحد، اللي هو عبد الله الأفطح، وجماعة اتبعوه وزعموا أنه الإمام. فلما جاءت الخواص وسألوه عن مسائل وجدوه لا يعرف الإجابة، أو إجابته إجابة خاطئة، فعلموا أنه ليس الإمام. وجماعة وجدوا فيه الفطح العيب فعلموا أنه ليس الإمام. ثم إنه لم يعمر طويلا، مات بعد 70 يوما من استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فلذلك تبين عدم إمامته بسبب عدم علمه. الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. زين، منها أن يكون أكبر ولد أبيه، هذا العلامة الأولى. ويكون فيه الفضل والوصية، الفضل العلم وغير العلم من الميزات، هذا الثاني. والوصية يعني أبيه، يعني أباه قد أوصى له. وأيضا ويقدم الركب، فيقول إلى من أوصى فلان فيقال إلى فلان، يعني وصية ظاهرة لأهل المدينة. الراكب إما جمع راكب أو اسم جمع بمعنى القافلة. أهل المدينة يعلمون أن فلان وصي فلان. زين، الذين في المناطق النائية يجون بمجرد أن يدخلوا المدينة ويسألون: من وصي موسى بن جعفر؟ يقال لهم: علي بن موسى. من وصي علي بن موسى؟ يقال لهم: محمد بن علي الجواد. من وصي جعفر بن محمد؟ وصي جعفر بن محمد، يقال لهم: موسى بن جعفر، وهكذا. فهذه ثلاث علائم. أكبر ولد أبيه علامة ظاهرة الناس يعلمون. يكون فيه الفضل يعني العلم وغير ذلك من الفضائل، هذه أمور معلومة. والوصية، ويقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان فيقال إلى فلان. وأيضا والسلاح فينا بمنزلة التابوت. في بني إسرائيل، تكون الإمامة مع السلاح حيثما كان. هذه علامة واقعية لا تظهر لعامة الناس ولا لخاصتهم إلا بالطريقة التي بيناها. والسلاح فينا بمنزلة التابوت. التابوت في بني إسرائيل الذي ذكر في القرآن الكريم هذا كان علامة النبوة. أي مكان استقر التابوت كان بنو إسرائيل يعلمون بأن النبوة في أهل ذلك البيت. كذلك السلاح يكون عند أي واحد من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله من بعد أمير المؤمنين عليا، وذلك علامة إمامته. طبعا بالنسبة إلى التكرار هنا حيث قال يكون فيه الفضل والوصية ويقدم الركب، فيقول إلى من أوصى فلان فيقال إلى فلان. لماذا ذكرت الوصية مرتين؟ قد يقال بأن الوصية الأولى النص من الإمام السابق أو من رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه الإمام من بعده، والوصية الثانية بمعنى الوصية في عامة الأمور التي ترتبط بالميت. هذا هو الحديث الأول. وأما الحديث الثاني عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام الصادق: المتوثب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة عليه؟ واحد يجي يدعي الإمامة، كيف نعرف أنه هو مبطل في ادعائه؟ لأن الأئمة ابتلوا بالمنتحلين، وأحيانا كانوا من أقاربهم. الآن نشوف الفرق، طبعا أكثر تلك الفرق انقرضت ولم يبق إلا القليل، لكن عشرات الفرق تأسست بسبب أنه كل واحد يجي ينتحل الإمامة وأسس لفرقة، ومجموعة من الناس اتبعوه، وأحيانا السلطات هي التي كانت تدعم هؤلاء لتضعيف موقع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وتارة بعضهم طمعا في الملك والسلطة وفي المال، وصير فرق كثيرة. زين، هذا الذي يدعي الإمامة كيف نعرف أنه منتحل؟ توثب على هذا الأمر يعني نزع عليه، استولى بالادعاء الباطل. المتوثب على هذا الأمر كأنه طفر عليه مثلا، نزع عليه. المدعي له زورا وكذبا يعني ما الحجة عليه؟ يعني كيف نعلم زيف قوله ونحذر الناس منه عبر الدليل؟ قال: يسأل عن الحلال والحرام. هذه علامة جدا ظاهرة. غالبا المنتحلون كانوا جهلة، لكن طمعا ادعوا هذا الأمر. وحتى هسه بشكل عام يعني الذين ادعوا النبوة ولحد الآن زماننا هذا أكو ناس ينتحلون، واحد يجي يدعي أنه نبي، واحد يدعي أنه هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، واحد يجي يدعي أنه النائب الخاص، وهكذا من انتحالات. وحتى أحيانا يشكلون حركات مسلحة، مثلا الجهيمان في سنة 1400 هذا محمد ابن عبد الله العتيبي، هذا كان من السلفيين الوهابيين، فادعى أنه المهدي واحتل المسجد الحرام لفترة يعني أسبوعيا أو أكثر، وكان معه أنصار وكانوا مسلحون، ولم تتمكن الدولة في ذلك الوقت من القضاء عليهم إلا بعد أن استعانت بقوات كماندوز فرنسيين، وبطرق جدا صعبة تمكنوا من القضاء عليهم، فقتل مجموعة منهم في الاقتحام ومجموعة بعد ذلك أعدموا. زين، هذا مدعي الكذب كذبا وزورا. كيف نعرف أنه مدعي؟ واحد يدعي أنه النائب الخاص، زين كيف نعرف أنه منتحل؟ اسأل عن الحلال والحرام. هؤلاء عادة الناس جهلة، ولأنهم جهلة يتخذون هذا الطريق لإضلال الناس حتى يحصلون مناصب. وطبعا في هذا الزمان والأزمنة السابقة أيضا دخلت دول ومخابرات لتمزيق المسلمين أو تمزيق الشيعة أو لإيجاد فتنة بينهم، وكذلك يمكن الناس أصحاب أهواء ومصالح وكذا يجون يدعون. اسأل عن الحلال والحرام. هذا إنسان جاهل لا يعرف. حتى أحدهم مثلا لبيان جهلهم، حتى أحدهم كانوا ينشرون له مقاطع صوتية وكان يلحن فيها، يعني حتى النحو والصرف ما يعرف، الفاعل ينصبه المفعول يرفعه وهكذا وهلم جره. كان أحد الذين ادعوا النبوة في سالف الزمان كان يخطئ أخطاء فظيعة، بعدين شاف ما يصير فأجا ادعى أنه النحو والصرف كان ملكين مقيدان أنا أطلقتهما، خلص بعد أنت لا تراعي لا النحو لا الصرف، تكلم بأغلاط ما تشاء حتى يبرر أغلاط نفسه. عندما تسأل عن الحلال والحرام ما يعرف ويخيط ويخربط حسب تعبير البعض، فبذلك يتبين أن هذا الإنسان جاهل. لذلك المنتحلون عادة يؤثرون في الجهل من الناس، أما أصحاب الوعي لا يتأثرون بهم إلا ناس مشتريهم بأموال دفعوا لهم فلوس، يمكن هو صاحب فضل ويعلم أن المدعي المنتحل مبطل لكن يحصل الدنيا، كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. قال يسأل عن الحلال والحرام. ثم أقبل علي فقال، الإمام الصادق أقبل على الراوي فقال ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر. ثلاث علائم هذه إذا واحد كانت فيه معناه أنه هو الإمام، أن يكون أولى الناس بمن كان قبله، يعني من جهة النسب أولى الناس به، يعني أكبر أولاده الأحياء السالمين، وكذلك أولى الناس من جهة الفضيلة والاتباع، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. تشوف الابن اللي صاحب فضيلة ويتبع أباه في العلم والورع وسائر الفضائل وأولى الناس به من ذلك، ويكون عنده السلاح، سلاح رسول الله عنده، ويكون صاحب الوصية الظاهرة الواضحة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان، يعني الكل يعرفوه شائع بين الناس، إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان ابن فلان. هذه مجموعة من العلائم التي يعرف بها الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفتهم واتباعهم. أما سائر الأحاديث فنتركها إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.